بينما يعيش لبنان تداعيات الأزمة الاقتصادية من ارتفاع للأسعار الصرف وغرق الشعب بالغلاء الفاحش، يظهر فيديو بقمة السخرية للمتنبئة الفلكية كارمن شماس وضيفها المدعو الحكيم نشأة مجد النور النبي المرسل في لبنان كما تم تقديمه. ظهرت فيه شماس تجلس أمام الرسول المزعوم الذي بدا وبشكل غير مألوف يمسك بعصا ويرسم رسومات غريبة على جبينه، وقالت: هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه، أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب. وأضافت معلقة: لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين، ولشعرتم بقوة النور الإلهية، ولو تأملتم قليلا لعرفتم أنكم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع. ليثير هذا الفيديو ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتباين فيه الآراء بين السخرية والغضب، موجهين أصابع الاتهام لمنجمة الفلك كارمن الشماس بمحاولتها الفاشلة في إثارة الجدل مرارا وتكرارا، ليظهر لاحقا المشعوذ اللبناني المزعوم في فيديوهات عدة ليوجه الإهانات للبنانيين والعرب لسخريتهم منه وانتقادهم لادعائه. انتوا في اسفل السافلين اللي مخصكم بالنور، هذا مش مشكلتكم مش مشكلتي. فماذا كان يتوقع يا تراه؟